نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لقيتنا البنات هذا ثاني نهار عندي في تطوان في هذه المدينه هذه الزوينه الرائعه ما شاء الله. ما نقول لكم غزاله. المهم انا ديما كنشكر لكم اي مدينه مشيت لها في المغرب لان المغرب كامل تبارك الله ما شاء الله عليه زوين وكيزيد مزيان عام على عام. ما عليناش. لقيتنا دابا حنا في السوق السعيديه. السوق السعيديه لان اول مره غنجي ليه. السلام عليكم المتابعين سي يسرى كدايرين لاباس عليكم دائما نراكم على خير بخير. دابا حنا يا خرج سي يسرى هنايا السوق السعيديه معروف السوق السعيديه هو معروف في تطوان اللي كيجي كيجي ليلو واللي بغى يجي للسوق السعيديه مرحبا بكم الف مرحبا. المهم هاي يسرى مازال معانا وحنا غادي نشاركوا معكم مدينه تطوان ونتمنى والله سبحانه وتعالى ان الاعجاب ديالكم بارطاجي حتى يسرى لا يخطك. عرفت البنات هاد الخريجه هادي خارجين غير انا وياها طيطا طيطو وبنتها الكبيره فاطمه الزهراء. صافي اما واحد اختي فاطمه الزهراء وقالت لك والو انا ما خرجتش. عرفتي رغبت رغبت والو ما عكزات عكزات العام العام وبابا عاوتاني توا جا الناس كلشي كلشي ناعس يا اختي شنو درتي لهم داك الغدا؟ الغدا عاوتاني البنات درت لهم غير درنا غير الحوت ولكن ما عرفوا فيه الكوز وييه عرفنا احنا دابا انتم مزيين معانا واختي صراحه حنا ماشي حنا خصنا نشوفوا هاد الطربوش ديما ديما فاضحين لنا برا يعني فوقكم شوفوا لا البنات انا نفهم حنا كاين الريح في الشرقي في تطوان معروفه الشرقي دائما فيها الدجاجه على شي باش كيهز الله الطاقه ديما اصلا هي شعره زوين صراحه لا لا لله يخطيك ويلاه ندخلوا لهذا السوق السعيديه صراحه بان لي فيه شي ميزات. اول حاجه شريت واحد سنطه البوتشي داك الكبار اللي كيجيو مع الكسيوات كيجيو صراحه مزيونين وصافي هادشي اللي كاين. هذه اول حاجه خديتها وانا غادي ندخل ليه واي حاجه يعني بات ليا ناخذها غادي نشاركها معاكم ضروري نتوما الاولى. يلا خليكم معنا وما تمشيو فيه انتوما معنا. حنايا البنات دابا حنا جينا عند يسرى بغيتنا ناخذ لها واحد العطار. شكرا لك بزاف ياك شكرا على اللي خطاك يلا قدمنا العطارة الريحة الحرام على شو معليش وغلى علينا. شوفوا دابا دابا يا غليت عليا سمعنا شكيت ليكم. المهم انتم ما درتش معايا الثمن زوين صراحة ولكن معليش. المهم انا اختاريت هاد صراحة اللي بغى يجي لهنا. المهم قصرية السعيدية ياك السوق باب النوادر السوق باب النوادر. المهم انا اختاريت هذا البارفان هذا سيبال هكا. المهم بالصحة والراحة شكرا للي اختك بن عليا وصراحة ماشي كادو الكادو كيف ما كان ضروري من قبله. شكرا لك بزاف يلاه بالصحة والراحة العقدة شي حاجة دابا أنا صافي خالتي وليتي كتبيع لنا دابا صافي أنا وليت كندير ها انتم مول المحل خرجتو إلا بغيت تقدم عندي شي مرحبا به صافي هو غلى عليا وأنا خرجت صافي أنا كنبيع. المهم المحل جاني كادو لا عرفتي أنت دابا أنت إلا وليتي مول هادشي غادي دير معاك كلشي مزيان كلشي مزيان البنات الماكياج فابور على حسابي صافي خويا هادشي جيتي صافي مشارك الرزق صراحه الناس تطوان الله يعمرها سلعه وليدات تطوان مقدمين مخلقين. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا دابا جينا للدار دخلنا من المدينه وداكشي ديال تطوان راكم عارفين صراحه كانت الاجواء غزاله هنايا خصوصا في العشيه راكم عارفين كتجمع يعني الدنيا كتكون عامره وداكشي زوين واللي كيبيع شي حاجه تبارك الله هنايا تكون الدنيا مروجه. لا زوينه 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 مروجه خصوصا الحي اللي ساكنه فيه هو صراحه زوين بزاف. المهم لقيت عجبتك الحي ديالي والله الا عجبني بزاف. المهم لقيت من هذا النهار محتفلين بواحد المناسبه ديال النجاح خديجه وفاطمه الزهراء
مبروك عليهم صراحه الله يبارك ليهم من قلبي. العقبه لك يا بنتي العام الجاي ان شاء الله، نتمنى لك واحد المستقبل ان شاء الله ان شاء الله يا كبير ان شاء الله. المهم انا صراحه اي واحد نجح فرحت ليه من قلبي، يعني غنبغي لراسي غنبغي لواحد اخر، واخا انا ما كتبليش هاك العام عادي ما وقع والو، باقا صغيره 16 سنه، باقا صغيره مازال صغيره مازال صغيره صراحه غير طفحت انت مازال صغيره يا صراره غي تبارك الله تغلي جك ما فيتي سيود تبارك الله ايوا معليش ماشي مشكل، ما انا ما عنديش مشكل. المهم نتوما مبروك عليكم النجاح. خديجه عندها مستوى السادس ابتدائي ومتينا انا ستزيا ولا باك. مبروك عليكم وان شاء الله الله يوفقكم في الاعوام الجايه. ديري راسك عندنا الباك راه صعيب بزاف، الله يوفقكم وصافي. هادشي اللي كاين البنات وهانتوما معايا ما تمشيو فيه. صباح الخير البنات، كي درتو مزيانين لاباس عليكم؟ سمحوا لي البارح ما كملتش معكم لا فيديو، حيت صافي بابا كمل معكم في لاشين ديالو، دار معكم واحد الفيديو حتى هو على داك لو سوجي نيت. صراحه طلع له فيديو زوين، ما تنساوش تدخلوا لاشين ديالو اسره مغربيه وتفرجوا فيه. ما عليناش البنات، لقيتونا دابا حنا بدنا مدينه بمدينه، جينا لمدينه طنجة. عروسة الشمال عرفتي البنات، احسن مدينه عندي انا بهمو والله العظيم تنموت على هاد المدينه. واخا كنا جايين تطوان كنقول بابا لا والو طنجه كان حماق عليا، وحنا الحمد لله جينا لها وصلنا بخير على خير الحمد لله. والكتاكيت صغارها هما اللور، داك الشنطه مساكن راها مزيره اليوم ومضيقه اليوم، ولكن ما عندنا ما نديرو، ما لقيناش فين نديرو بحال الكفر بلان. ربما في شكون هابطين شي حمار فاس وصيفطوها في شي كار صعيبة الصراحة الطريق هكا من طنجة لفاس صعيبة نهار كامل ان شاء الله. مهم البنات غادي نشارك معكم بابا فيديو فاش غادي نوصلو، وعد من غادي نمشيو في طنجة وتركبوا معنا غادي يكونوا ان شاء الله فيديوهات عاوتاني جداد ومعنا صخرين ونجوم خرين تا هما تبارك الله عليهم كرامين وباين عليهم ناس طيبين. وخليكم معنا في الفيديو الجايه ما تمشيو فين، انا دابا غادي نسالي معاكم فيديو هنا وغادي نقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وباي باي. سلام عليكم.